تعمل الحكومة على تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل في العديد من المدن الجديدة، والتي يتم طرحها بأسعار مناسبة وتسهيلات تتناسب مع محدود الدخل. المواطنون من جانبهم عبروا عن رأيهم تجاه تلك المشروعات التي رأوا أنها ستواجه استغلال أصحاب المساكن الخاصة والتي تباع بأسعار مرتفعة. المسكن المناسب للمواطن المصري هدف هام تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال عدد من المشروعات التي ستساهم في إيجاد حلول مناسبة خاصة لمحدودي ومتوسط الدخل في عدد من المدن الجديدة. يرى المراقبون أن تلك المشروعات لها العديد من المزايا، فضلا عن توفير المسكن بسعر مناسب وعلى فترة سداد طويلة، كما أنها تفتح أبواب العمل أمام العديد من المهن التي تعمل على تجهيز تلك الوحدات السكنية. طبعا ده معناها أن احنا أمام خطوات جادة من الحكومة الحالية وفي عهد الرئيس السيسي، خطوات جادة لحل مشكلة الإسكان بالفعل للشباب. احنا كل يوم بنتتبع الأخبار اللي بتنشر في كل مكان لتسليم شقق، لمقدمات الحجز لشقق. في خطوات جادة بتجري بالفعل. الحكومة والرئيس بيتبنوا استراتيجية كبيرة لحل أزمة الإسكان في مصر. الاستراتيجية دي بترتكز على أول حاجة المخصصات، تاني حاجة تخصيص المساحات المطلوبة، ثالث حاجة المرافق، رابع حاجة ان المشروعات دي كلها هتفتح سوق العمل في مصر. المواطنون من جانبهم رأوا انه يجب على الحكومة توفير المواصلات العامة بالمواطنين للانتقال الى المدن الجديدة، بينما يرى البعض الاخر ان تلك المشروعات تساعد على مواجهة ارتفاع اسعار المساكن الخاصة. مصداقية في الكلام، في 5000 شقق، في 4000 شقق، في 3000 شقق، في 1000 شقة، يبقى في مصداقية. مصداقية ان اللي ياخدها صح، مش هياخدها من ايه؟ من طريق تاني. كده الحكومة بتخلق سوق كويس للوطن، فبالتالي اصحاب الشقق الخاصة والمصالح الخاصة والعمارات السكنية اللي بتجرب الام الشباب، فبالتالي بيخفضوا غصب عنهم السعر. وتعمل الحكومة جاهدة بالاشتراك مع كبرى شركات المقاولات المحلية والعربية لإنهاء مشروع المليون وحدة سكنية، والذي يهدف إلى توفير المسكن بأسعار ملائمة لمحدود الدخل. على منتصر النيل. قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي بجولة على بعض الجمعيات الاستهلاكية لتفقد المواد التموينية الجديدة التي طرحتها الوزارة ومدى رضاء المواطنين عن تلك السلع. وكان وزير التموين قد صرح بأنه سيتم السماح للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف المقررات التموينية خلال شهر رمضان الجاري بصرفها خلال أغسطس المقبل. جولة لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي لمتابعة صرف السلع التموينية الجديدة لدى الموزعين. وأكد حنفي بأنه سيتم السماح للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف المقررات التموينية خلال شهر رمضان الجاري بصرفها خلال أغسطس المقبل. لا، المواطن مش هياخد حاجة بعد كده، هو مجبر عليها، ودي نقطة جوهرية. أنا ما بقتش بشتري بمناقصة واجبر المواطن عليها، المواطن هو اللي بيعمل المناقصة دلوقتي، المواطن هو اللي بيختار، وأنا بدفع بعد ما المواطن يوافق. موافقة المواطن بتيجي فين؟ بتيجي بأنه ينقي السلع ويعدي الكارت بتاعه على المكنة. وأضاف الوزير أن المنظومة الجديدة للسلع التموينية تواجه مقاومة شديدة من أصحاب المصالح الذين يحققون أرباحا طائلة. النسبة التوريد دلوقتي في جمهورية مصر من حوالي معدية 70%، ففي حوالي 30% لسه جاري التوريد. جاري التوريد يعني النهاردة بكرة بعده على الأكثر يكون استوى. أنا حاسس أن في، يعني مش عايز أقول تعمد، إنما في تباطؤ في من بعض الجهات في أن المنظومة دي تستمر. وأعرب عدد من المواطنين والموزعين عن رضاهم عن السلع التموينية بالمواصفات الجديدة. أولا هيقضي على الفساد، هيقضي على السوق السوداء. الحاجة هتبقى عادية، ممكن ان انت هتاخد اللي انت عايزه، مش هيبقى في مجال ان انا ابيع سوق سوداء واشتري وكده. بقالين بايا كانوا بيتلعبوا بالاسعار. الحاجات حلوة كلها جميلة، يعني دي احسن طبعا. طبعا دي حلوة، حاجة نظيفة، حاجة تستحق الناس تطبخ بيها. صح. خدت سكر وخدت زيت وخدت رز 35.5 عشان واخده حاجات زيادة، واخده سكر ورز وشاي وزيت وفراخ.
من جانب آخر قال حنفي إن الوزارة تدرس الآن عمل مبادرة رجع بطاقتك، والتي تهدف إلى تنازل من لا يستحق الدعم عن بطاقته لمن يستحقها. مشاهدينا انتهت وقفتنا الاقتصادية، وبانوراما الثامنة ما زالت مستمرة مع زميلي فوزي جد الله وهبة حسين. أشكرك الزميل محمد سليمان، ومشاهدينا نتواصل مع حضراتكم في عرض الأنباء، ولكن قبلها نذكر بأبرز العناوين. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى نحو 180 شهيدا و1300 جريح. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة. تشيع جنازات شهداء الهجومين الإرهابيين في العريش، ومحلب يؤكد عزم الدولة على مواجهة قوى الإرهاب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. سمح مجلس الأمن الدولي بإدخال مساعدات إنسانية من دون موافقة الحكومة السورية عبر 4 معابر حدودية من تركيا والعراق والأردن. يقضي القرار الصادر بالإجماع بإنشاء آلية مراقبة على مدار 180 يوما لتحميل قوافل المعونة في الدول المجاورة التي ستبلغ بدورها السلطات السورية بالطبيعة الإنسانية لشحنات الإغاثة. ويأتي القرار رغم تحذير دمشق من أنها تعتبر إيصال مثل تلك المساعدات بمثابة شن هجوم عليها. يشار إلى أن 10.9 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة، من بينهم 4.7 مليون من المتواجدين في مناطق يصعب الوصول إليها. ميدانيا أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 23 شخصا بينهم 7 من عناصر حزب الله اللبناني في معارك مع مقاتلي المعارضة في منطقة جبلية على الحدود اللبنانية السورية. من ناحية أخرى، انسحب مقاتلو جبهة النصرة وحركة أحرار الشام من مناطق كانت تخضع لسيطرتهم بدير الزور في سوريا بعد مقتل زعيم جبهة النصرة أبو حازم البلد برصاص عناصر تابعة لتنظيم داعش. بين فكي كماشة تتهاوق وفصائل المعارضة السورية المسلحة التي تتشابك مع جبهات عدة، سواء مع القوات الحكومية أو تنظيم الدولة الإسلامية أو مع عناصر حزب الله اللبناني على الحدود مع لبنان. مواجهات عنيفة اندلعت بين عناصر حزب الله المؤيد للنظام السوري في الحرب الجارية في البلاد وفصائل المعارضة السورية في منطقة جبلية على الحدود اللبنانية السورية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. المرصد أشار أيضا إلى إصابة أكثر من 30 عنصرا من عناصر حزب الله في اشتباكات بينه وبين فصائل المعارضة بين منطقتي رأس المعرة السورية وعرسال في شمال شرق لبنان، فضلا عن سقوط العشرات من القتلى من الجانبين منذ اندلاع اشتباكات السبت الماضي. وتدور المعارك في منطقة تقع بين بلدتي عرسال اللبنانية والقلمون السورية، حيث قام الجيش السوري بمساندة حزب الله بطرد المعارضة في منتصف إبريل بعد أشهر من المعارك الطاحنة. في غضون ذلك قصفت مدينة حلب القديمة بعدد من البراميل المتفجرة، أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى، بينما نفذت قوات المعارضة هجوما على مقرات تابعة للجيش في المنطقة الصناعية. في الوقت نفسه اندلعت اشتباكات عنيفة في ريف دمشق بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية، لا سيما في منطقة المليحة والغوطة الشرقية، حيث تحاول الأخيرة اقتحام البلدة. وفي العاصمة دمشق أفاد ناشطون سوريون بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الميدان وسط المدينة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام السوري. تواصلت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين قوات من الشرطة العراقية والعشائر من جهة ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذي يحاول السيطرة على ناحية الضلوعية إلى الشمال من بغداد. أشارت مصادر عسكرية إلى أن غالبية مناطق الضلوعية تحت سيطرة المسلحين ولم يبقى سوى منطقة واحدة فقط. في الوقت الذي تخوض فيه حكومة نور المالكي قتالا ضد المسلحين في شمالي وغربي العراق، وقع في العاصمة العراقية بغداد انفجاران سقط خلالهما قتلى وجرحى. الانفجار الأول استهدف حي العلوية وسط بغداد، بينما استهدف الانفجار الثاني حي البياع
الواقع غربي العاصمة العراقية. وعلى صعيد المواجهات الميدانية، استعاد مقاتلو التنظيمات المسلحة السيطرة شبه الكاملة على ناحية الضلاعية بمحافظة صلاح الدين شمالي العاصمة العراقية بغداد، وذلك عقب مواجهات عنيفة مع الجيش العراقي وجماعات مسلحة موالية للحكومة. وقد استمرت الاشتباكات في المنطقة لليوم الثاني على التوالي، حيث تدور المواجهات في منطقة الجبور جنوبي الضلوعية بعد أن سيطر المسلحون على وسط وشمال الناحية. وقد جرت مفاوضات بين العشائر والمسلحين الذين طلبوا أن تسلم قوات الأمن والعشائر أسلحتهم، فيما رفض الطرف الثاني هذا الأمر. كانت المجموعات المناهضة لرئيس الحكومة العراقية بدأوا هجوما على الضلوعية وسيطروا على قسم كبير من الناحية، من بينها مركز للشرطة والمجلس البلدي ومديرية الناحية. كما سيطر مسلحون يعتقد أن بعضهم ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش على عدة مدن في الأنبار وعلى مناطق واسعة من محافظات نينوي وصلاح الدين وكركوك وديالي إثر هجوم قبل أكثر من شهر على تلك المدن. أعربت مصر عن قلقها البالغ من أحداث العنف التي وقعت خلال اليومين الماضيين في ليبيا والتطورات الجارية على الساحة الداخلية الليبية، خاصة في العاصمة طرابلس. هذه التطورات التي قد تهدد حالة اتساع نطاقها حياة المواطنين الأبرياء. وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي عن الأمل في إنهاء الخلافات القائمة بين أبناء الشعب الليبي، وأن تنحاز الأطراف المعنية لإرادة الشعب الليبي وأن تسود الحكمة مواقفهم. أدان عبد العاطي مجددا كافة المحاولات بداخل وخارج ليبيا لمحاولة الزج باسم مصر في التطورات الجارية هناك والتي تعتبرها مصر شأن داخلي ليبي. متواصلون مع حضراتكم مشاهدين في بانوراما النيل، ولكن في مجموعة من الأنباء الرياضية. مصطفى ميزار في الانتظار لك. شكرا لكم هبة وفوزي، وأهلا بكم مشاهدين في هذا